العلاقات السودانية الأثيوبية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين السودان وأثيوبيا. وقال الإعلامي والمحلل السياسي الحاج السيد أبو ورقة أن العلاقات بين أثيوبيا والسودان هي علاقات متجذرة ولا يفصل الدولتين إلا كبار القلابات ومتمة. حقيقة هي علاقة متجذرة لا يفصلنا غير كبر القلابات والمتمة. نحن أشقاء، نحن أخوان، نحن متصاهرين، بيننا روابط عدة، بيننا ثقافات مشتركة، بيننا أغاني تربط وجداننا، ولا زالت الذاكرة تحمل تلك الكلمات الرائعة التي يرددها شاعرنا الكبير السفير صلاح أحمد إبراهيم. الأم سلالة أمهرة والأب من غلب أباسينا، يكفي أنه أهدت للعالم مناسينا. هذه الأغنية في وجدان كل الشعب السوداني، وهي تعكس كل ما يدور وكل ما من حولنا من علاقة حب، وهذه مهمة. نحن نحب بعض. هناك العديد من إخواننا الأثيوبيين في السودان اللي يجدون المعاملة الطيبة، يجدون إخوة لهم معهم في السراء والضراء، لا يفرق بيننا شيء، حتى أنك لا تعرف من هو السوداني ومن هو الأثيوبي. إنها علاقة كبيرة متأصلة متجذرة. وأضاف أيضا أن الإيجاد والاتحاد الأفريقي يلعب دورا كبيرا في حلحلة المشاكل التي تحصل في السودان حاليا. من كافة أهل السودان نرى أن يتدخل ودعم الإيجاد والاتحاد الأفريقي الذين يدعمون الاتفاق الإطاري الذي وقعت عليه كل القوى السودانية السياسية، والذي حاول هؤلاء الناس أن ينشضوه، لذا اندلعت الحرب ليعودوا مرة أخرى. إذن الحل في مبادرة الإيجاد ومبادرة الاتحاد الأفريقي ودعم السيد رئيس الوزراء أبي أحمد. وأضاف أنه واثق بالكامل أن الاتحاد الأفريقي ومنظمات حقوق الإنسان أنها سوف تنجح وتحقق الاتفاق. إنني واثق كل الثقة أنها سوف تنجح وسوف تحقق الاتفاق الإطاري الذي وقعت عليه كل القوى السياسية ما عدا النظام السابق الذي دخل في هذه الحرب العباسية. وقطعا سوف يلتف الشعب وسوف يوقف هذه الحرب اللعينة.